بيظهر حالة التوحد في الشكل، هنشرح ازاي الشكل، ولكن لازم نعرف انه مفيش علاج حاسم لحالة التوحد، انما في حاجات بتحسن الاداء. من الاعراض الاول قبل ما اقول الاسباب، هاخد الاسباب. الاسباب في عوامل وراثية بيبقى واخدها من الاب، من الام، من الجد، من العم، وبيصاب بيها ويتكرر بالظبط زي مرض السكر. الام الاب عندهم سكر، فالابن او الطفل بيه المرض. في سبب تاني، اصابته بعدوى فيروسيه، العدوى دي بتعمل في عنده توحد. طب ايه اعراض التوحد؟ نعرف ازاي التوحد؟ بالظبط دي نقطه مهمة. صعوبه في التعلم، صعوبه في التعلم، ذكاء اقل من المعتاد، عدم استجابه الطفل لما تناديله باسمه يعادل ولا كانه سامعك، بيرفض العناق، تيجي تحضنه بيرفض، بيرفض اللمس، بيرفض. عموما هو ما بيحبش حد يلمسه، اللمس بالظبط، ما حدش يلمسه. يحب يلعب لوحده، يعيش مع نفسه في عالم بتاعه. عنده ضعف التواصل البصري، يعني ايه؟ هو مركز في حاجه على زاوية في مكان معين ما بيغيروش. كمان غياب تعبيرات الوجه، ملامح جامدة، لا تعرف إذا كان زعلان ولا فرحان. كمان عدم الكلام أو التأخر فيه، ولما بيتكلم تحس إن كلامه غريب شوية أو يشبه صوت الإنسان الآلي. بيكرر الكلمات وما هوش فاهمها، هو سمع حد قال حاجة كرر الكلام ومش فاهم، ما بيفهمش الأسئلة. لو أنت سألت سؤال هو مش فاهم أنت بتقول إيه. كمان ما بيقدرش يعبر عن مشاعر. في كمان من أنماط السلوك أنه بيعمل حركات متكررة، زي إيه؟ أنه بيتمرجح، بيدور، بيطرقع صابعه، بيعض، بيخبط الحيطة براسه، له لغة جسد قليلة ويتناول القليل من الطعام. ده بالنسبة للتوحد. نيجي بقى للانطوائية. الانطوائية لها أنواع. في طبع ربنا خلقه انطوائي، قاعد لوحده منكسر مش عايز يكلم حد، دي طبيعة ربانية. وفي انطواء تاني نتيجة القهر والكبت والخوف من الضرب أو الاعتداء.